يقول السائل: أنا شاب أعمل في محل بيع ملابس نسائية، وفيها ما هو محتشم وفيها ما هو غير محتشم، وهذا المحل فيه اختلاط، هل عملي في هذا المحل يجوز أم لا، علما أني من عائلة متوسطة الحال، أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان المحل فيه منكرات كما ذكرت، فيه منكرات، فيه بيع أشياء لا تجوز، وفيه النساء يحصل منهن منكر، فلا تبقى في هذا المحل، اطلب العمل في مكان آخر، اطلب الرزق في غير هذا المحل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.